احنا في الطريق تعرضنا الى حاجز ظاهر بانه وضع لنا خصيصا وليس لعموم الناس. توقفنا عند الدرك وطرحت أسئلة على الإخوة الذين رافقوني في هذه الرحلة لا علاقة لها بإثبات هوية السيارة أو هوية الأشخاص الراكبين فيها، وإنما بدأ سؤال جيم: من أنت؟ من أبوك؟ ماذا تعمل؟ من أين جئتم؟ إلى أين تذهبون؟ يعني سبحان الله العظيم، هذه ليست أسئلة. عندما يكون هنالك حاجز أمني، رجل الأمن سواء كان دركي أو كان عسكري في النواحي العسكرية أو كان رجل أمن، مهمته أن يتثبت من هوية الشخص ومن السيارة. أما أن يطرح الأسئلة التي لا معنى لها، هذا في الحقيقة خروج. عندما تسألهم وتتحدث معهم يقولون لك هذه تعليمات الدرك أو رجال الأمن. قلت لهم هذه ليست تعليمات، عندكم قانون ولا عندكم تعليمات؟ وبالتالي ظلنا موجودين في المركز الأمني إلى أن فاتت علينا صلاة الجمعة. وأيضا بعض الإخوة مثل الأخ بن نعوم والأخ ياسين أيضا تعرضوا ل هذا المنع فلم يصلوا صلاة الجمعة وهم في ديارهم وبين أهليهم. هذا شيء على الأقل قال اذهبوا صلوا صلاة الجمعة ثم عودوا إلينا لنكمل معكم الإجراءات، لا نفوت عليكم صلاة الجمعة ونحن لسنا هاربين. وأنا قلت على كل حال اتركونا نذهب صلاة الجمعة ثم نأتيكم شاربين. أما أن توضع الحواجز لنا خصيصا وأن يساق إلى مراكز الأمن ويراد أن يحقق معنا من أين جئتم وإلى أين تنتهوا، أنا أقدر. بالطبع جاءهم الأمر من العاصمة، لا بد من إيقافهم ولا بد من كذا ولا بد من كذا. أولا نقول هذه الإجراءات التي تعرضت لها هنا في ودرهم أو التي تعرضت لها في مرات سابقة كلها في الحقيقة إجراءات غير قانونية، فضلاً على أنها غير شرعية، لأن من ناحية الشرعية لا يحق لإنسان أنك تمنع. الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال والأرض وضعها للأنام فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. الأصل هو أن يطلق الحرية للناس، لا أن تعرقل وأن تسأل من أين جئت وإلى أين تنتهي. ولذلك بالطبع عندما طرحت علينا هذه الأسئلة رفضنا الإجابة عنها. لا يسألني لا شرطي ولا دركي ولا عسكري من أين جئت وإلى أين أذهب، ليس من حقه. من حقه أن يتحقق من هويتي، أن يتحقق من هوية الإخوة الذين جاءوا معي. السيارة نعم هذا من حقهم، هذا إذا كان الحاجز الأمني كان منصوبا ليس لنا فقط تخصيصا وإنما منصوب لعامة الناس. أما أن ينصب لنا خصيصا ونساق إلى هذا، إذن هذا في الحقيقة إجراء غير قانوني وإجراء ليس له معنى. ولكن رجال الشرطة ورجال الأمن لا يملكون إلا أن ينفذوا التعليمات ولو كانت غير قانونية، لأنه إذا لم ينفذ هذه رجل الشرطة إذا لم ينفذ هذه التعليمات، الجزائر تمشي بالتعليمات والتعليمات بالهواتف ما تمشيش بالقوانين. إذا لم يفعل هذا فإنه يطرد من منصبه أو يحال إلى مكان آخر. تصوروا أنت رجل أمن خدم 10 سنوات أو 15 سنة أو ما زال سنة على التقاعد، أي يضحي بتقاعده ويضحي بهذه المرحلة كلها من أجل يقول يستطيع أن يقول لا هذه أوامر خارج القانون؟ لا يستطيع. نحن نريد إن شاء الله
إذا ترشحنا لرئاسة الجمهورية بإذن الله تبارك وتعالى وأصبحنا رئيسا لهذه الجمهورية، فإننا سنضع الأشياء في نصابها، رجال الأمن ورجال الدرك ورجال الجيش، هؤلاء يخدمون في إطار قوانين يضعها الناس على بصيرة من دينهم وبصيرة من دنياهم، وما تأتي به تطورات الزمان نزيد هذا أو ننقص هذا بحسب التطور الذي يحدث، لكن لب الأجهزة الأمنية، لب المقاصد هي حماية الشعب الجزائري، هي المحافظة على حقوقهم، هي المحافظة على ممتلكاتهم العامة والخاصة، هذا هو مهمة رجل الأمن. رجل الأمن لا يتصرف بالأوامر، لا يتصرف بالتعليمات. هذا شيء ينبغي، لا بد أن هذه الأجهزة ترجع إلى نصابها، لا تكون في خدمة سلطة وإنما تكون في خدمة دولة، والدولة ثابتة والسلطة متغيرة، دولة دائما ثابتة، أما السلطة فهي متغيرة، اليوم يحكم هذا غدا يحكم هذا، أما الدولة فينبغي أن تكون ثابتة، وأصل الدولة الشعب، صحيح الإقليم لكن الأصل هو الشعب، ما فائدة دولة لا يحترم فيها الشعب اللي هو أعظم ركن من أركان الدولة وهو الشعب،